أعلنت وزارة القوى العاملة أنها تتابع أولا بأول حالة المصريين العاملين في الخارج، وأنها تلقت التقرير الخاص بمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية في ميلانيو في إيطاليا، وعن صحة المواطن المصري اللي أصيب بفيروس كورونا كان من محافظة الدقهلية وفي الأربعينيات من عمره وبيتلقى العلاج في ميلانو الإيطالية، وحالته بتستجيب الآن للعلاج.